الكترونيك ترانزيشن زي ما احنا قلنا، فده هيبقى في الفار يو في، فمش هيبان عندي في الليتشار. ومين تاني؟ والان مين اللي هيبان عندي؟ طبعا الان سيجما ستار برضو، ده بيبقى عند هاير انرجي ليفل، هاير انرجي، فبرضو بيبان في الفار يو في، فمش هيبان عندي في التشارت، لان زي ما قلنا السبيكترم بتاع اليو في بيبدأ من 200، يعني حاجة اي حاجة اقل من 200 مش هتبان عندي في التشارت. طب مين بقى اللي هيبانوا في التشارت؟ اول واحد هيبان في التشارت اللي احنا قلنا عليه الباي باي ستار الكترونيك ترانزيشن، لان عندي كونجيوجيشن زي ما احنا شايفين 3 دبل بوند. طيب ومين تاني؟ الان باي ستار ترانزيشن، وده اللي احنا كنا لسه قايلين عليه اللي هو بيبقى اللوست انرجي. طيب لوست انرجي يعني هيبقى فين؟ يعني هيبقى عند لونجر لامدا. طب مين بقى اللامدا الاكبر؟ فباجي اشوف عند الماكسيمم كيرف الاولاني ده، فاشوف الماكسيمم وهنزل كده بخط هلاقيها عند 250 نانومتر. طب لو جينا بقى للكيرف التاني، الكيرف التاني النقطة اللي هي لامدا ماكس بتاعته بتبقى عند 300، يبقى مين فيهم الكورسبوندنج للان باي ستار ترانزيشن؟ طبعا الان باي ستار ترانزيشن هو اللونجر لامدا، يعني اللامدا الاكبر، فيبقى هو اللي عند 300، والباي باي ستار ترانزيشن هو اللي هيبقى عند 250 نانومتر. طيب ده برضو اكزامبل او نوع من الاسئلة اللي احنا برضو ممكن تجيلك، زي مثلا ممكن اديلك الاسامي وانت اللي ترسم المركب، فلازم طبعا نبقى متدربين زي ما قلنا قبل كده ان احنا نبقى عارفين نرسم المركبات، لان لو رسمنا المركب غلط فطبعا هعمل الالكترونيك ترانزيشن غلط، ودوت احنا مش عايزينه. طيب give all possible electronic transition for the following compound، اول مركب سايكلوهيكسين، طيب المركب الثاني سايكلوهيكسين. سايكلوهيكسين يعني ايه؟ يعني سايكلوهيكسين بس في دبل بوند. طيب المركب الثالث سايكلوهيكسانون، يعني هرسم سايكلوهيكسين رينج وفي دبل بوند او اللي هو الاون، لان ده كيتون فهنقول سايكلوهيكسانون. طيب لو انا جيت ابص على السايكلوهيكسين فبلاقي ان السايكلوهيكسين ده ما هو عبارة عن سيجما بوند، فطبعا مش هيبقى فيه الا الكترونيك ترانزيشن واحد اللي هو السيجما سيجما ستار الكترونيك ترانزيشن اللي احنا قلنا بيبقى عند هايست انرجي. طيب التاني اللي هو سايكلوهيكسين ده فيه دبل بوند وفيه سيجما بوند، يبقى هيبقى عندي نوعين اللي هو الباي باي ستار والسيجما سيجما ستار الكترونيك ترانزيشن. طيب السايكلوهيكسانون دوت هيبقى زيادة عليهم لانه فيه لون بير اوف الكترون، فهلاقيه في كل الالكترونيك ترانزيشن، في سيجما سيجما ستار عشان في سيجما بوند، وفي باي باي ستار عشان في دبل بوند، وطالما في لون بير اوف الكترونز هيبقى في ان سيجما ستار وان باي ستار الكترونيك ترانزيشن. طيب لو جيت ابص على المركبين دولت زي ما احنا شايفين بيقول لي هاو يو في سبكتروسكوبي كان بي يوز تو ديستنجويش بتوين الالفا اينون اند بيتا اينون، الدولت بيبقوا ناتشرال برودكت، يعني برودكت طبيعية، وبيبقوا ريسبونسبل فور سميل اوف فايلوت. طيب انا عشان افرق بين الالفا والبيتا باليو في يبقى اكيد هبص علشان اقارن الكونجيوجيشن، طالما عايزه افرق بين مركبين باي يو في يبقى اكيد هفرق باي كونجيوجيشن. طيب مين فيهم اللي مور كونجيوجيتد، الالفا ولا البيتا؟ نيجي نشوف، انا عندي هنا دبل بوند كونجيوجيتد مع السي دبل بوند او، لكن ما هياش كونجيجيتد مع الدبل بوند الثالثه، يبقى انا هنا اكن المركب الفا ده فيه اتنين دبل بوند. طب ودوت المركب بيتا بلاقي ان هو فيه ادي اتنين كونجيجيشن والثالثه برضو كونجيجيتد، يبقى المركب ده اكنه فيه ثلاثه كونجيجيشن، يبقى مين فيهم اللي هيبان عند هاير او لونجر لامدا؟ هيبقى طبعا البيتا اينون، والالفا اينون هيبقى اللامدا بتاعته شورتر لامدا.
طيب في بقى ترمات او كلمات لازم نبقى عارفين معناها علشان نقدر مثلا نتكلم، او لما نيجي نقرا في اي كتاب ريفيو في اليو في لازم ابقى عارفة يعني ايه الكلمة ديت علشان اقدر افهم الكلام في الكتاب او في الريفرنس دوت معناه ايه. اول حاجة كلمة كروموفور. كروموفور ديت بتعبر عن unsaturated group responsible for electronic absorption. يعني ايه؟ يعني بتعبر عن الجروب اللي موجودة في المركب اللي هي هتبقى مسؤولة عن الالكترونيك absorption. زي ايه؟ لازم تبقى C مثلا double bond C او C double bond O. طيب اوكسوكروم يعني ايه؟ اوكسوكروم دي عبارة عن saturated group which when attached to a chromophore، يعني لما تبقى ماسكه في كروموفور هي بتعمل ايه؟ affect its wavelength and intensity of absorption. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي بنزين رينج دوت بقول عليه كروموفور. طيب لو في او اتش ماسكه في البنزين رينج، هي دي بقى الساتوريتد جروب اللي انا بقول عليها attached to كروموفور اللي هي للبنزين رينج. طيب دي بتعمل ايه؟ بتخلي بتزود الكونجيوجيشن علشان طبعا البلاس ام افكت اللي احنا عارفينه، وبتخليه يبان عند لونجر لامدا زي ما احنا شايفين البنزين بيبقى عند 256 نانومتر، الفينول هيبقى عند 270. يبقى الاوكسوكروم هو اللي زود الكونجيوجيشن وخلاه اللامدا ماكس عند 270، واللي زيه بالظبط طبعا الانيلين برضو عشان في كونجيوجيشن في عندي اهو اوكسوكروم اللي هي ال NH2 جروب ماسكه في كروموفور اللي هي البنزين ريت، فطبعا هاير كونجيوجيشن فيديني لامدا ماكس طبعا اعلى او لونجر. طيب السبستيتوانت may have effect على الابزوربشن. يعني ايه؟ يعني عندي ترم كلمة باسو كروميك افكت. يعني ايه باسو كروميك افكت او ريد شيفت؟ ده بنقول عليه شيفت اوف ذا ابزوربشن تو لونجر لامدا. يعني بيحصل ان هو الابزوربشن بدل ما كان مثلا عند لامدا قليلة بيزيد ويروح عند لامدا اكبر، يبقى بنقول عليه باسو كروميك شيفت. طب يعني ايه هيبسو كروميك شيفت؟ ده بقى العكس، ان بيحصل شيفت للابزوربشن تو اشورتر لامدا، يعني بيبقى الناحية التانية اللي هو الخط السهم اللي لونه اخضر. طب هايبو كروميك افكت، هايبو كروميك افكت ده بنزود الانتنستي بتاعت الابزوربشن اللي هو السهم اللي هو لونه رصاصي ده، وهايبو كروميك افكت ده برضو عكس الهايبر كروميك ان هو بنقلل الابزوربشن اللي هو السهم الفوشيا اللي قدامنا ده. يبقى السهم الاحمر باسو كروميك افكت، الاخضر هيبسو. الفرق بين الباسو كروميك والهيبسو كروميك، الباسو كروميك شيفت للونجر لامدا زي ما احنا شايفين، يعني بيبقى الابزوربشن بيروح للامدا اعلى، الاخضر دوت بيروح للامدا اقل الشورتر الرامدة اللي هو بنزود الانتنستي يبقى هايبر كروميك، بنقلل الانتنستي يبقى هايبو كروميك. طيب في علماء او العالم وودوارد قدر ان هو يقدر يتنبأ او يعرف المركب دوت هيبقى الابزوربشن بتاعه مثلا عند كام، او الرينج بتاع الابزوربشن او اللامدا ماكس بتاعت المركب. حط رولز زي ما احنا هنشوف دلوقتي ان هو يقدر يحسب اللامدا ماكس بتاعت المركب او يتنبأ بيها. طبعا هو مش هيحسبها بالظبط، لكن بتبقى في الرينج اللي هو هيحصل فيه الماكسيمم ابزوربشن. طيب لو احنا عندنا مثلا conjugated diene زي ما احنا شايفين، يعني ايه conjugated diene؟ يعني مركبات فيها conjugation زي ما احنا شايفين كده، بيبقى فيها double bond conjugated مع بعض. طيب قدر يحسبها ازاي؟ حط rules. اول حاجة ان هو قال ان هو هيدي الدينز ديت هيعمل لها parent بيبقى ثابت لكل الدينز،
فبيقول البيرنت سيستم هيبقى مثلا 217 نانومتر. طبعا الارقام دي لازم هنحفظها علشان نقدر نحل المسائل اللي احنا موجودة عندنا في كتاب التوتوريال واقدر اتدرب عليها. طيب يبقى البيرنت داين هيبقى 200، هروح حتى اول ما اشوف داين زي ده اروح على طول اقول ان البيرنت سيستم هيبقى 217. طب ال 217 دولت هيشكلوا لي او هي بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا 2 دبل بوند بس من السيستم اللي عندي. طيب يبقى لازم احدد الدبل بوند اللي عندي في السيستم الاول. يبقى هعمل الخط زي ما انا شايفه كده، بروح محوطه او رسمه زي دايره كده على السيستم الكونجوجيتد بس. طب افرض في دبل بوند مش كونجوجيتد، يبقى مش هدخلها عندي جوه السيستم. لازم اشوف كام دبل بوند عندي هنا. طبعا في 3، 2 منهم هيبقوا 217 نانومتر اللي هو البيرنت سيستم. طيب التالتة دي، التالتة دي بقول عليها بوند اكستنشن ودي بديها 30، يعني كل دبل بوند زيادة عن الاتنين هتاخد 30. يبقى هنا في واحدة، يبقى هتبقى 1 في 30. طيب هومو انولر، يعني ايه هومو انولر؟ هومو انولر ديت معناها ان انا عندي 2 دبل بوند جوه رينج واحدة زي ما احنا شايفين كده. هل انا عندي الشكل ده هنا؟ ادي واحدة زرقاء وواحدة حمراء اهي، الاتنين جوه نفس الرينج، فدوت بيزود اللمدة ب36 نانومتر. بعد كده بيبقى فاضل لي الالكايل سبستيتوانت. الالكايل سبستيتوانت يعني ايه؟ يعني باجي اشوف بعد ما برسم دايرة حوالين السيستم بتاع الكونجيوجيتد، هشوف الخطوط اللي طالعه اللي انا عاملاها بالفوشيا دي، شايفينها؟ اي خط طالع من السيستم بره ده بعده وبقول عليه الكايل سبستيتوانت. طب نيجي نعدهم كده مع بعض، ادي واحده 2 3 4 5، يبقى انا عندي هنا 5. طيب واحد يقول لي انا ممكن اعد اللي جوه السيستم اللي هم جوه الدايره ده؟ طبعا لا، يبقى اي خط جوه الدايره مش هعده. بعد ايه؟ بعد اللي طالع من ايه؟ من الدايره دي بس، اللي هم انا ملونهم باللون الفوشيا. يبقى دي 1 2 3 4 5، كل واحده ب5، يبقى هقول 5 في 5 بتديني 25. طيب نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي اكسوسايكليك دبل بوند. يعني ايه اكسوسايكليك دبل بوند؟ يعني دبل بوند طالعه من رينج. لو جينا نبص على الرينج اللي في الوسط دي اللي فيها 2 دبل بوند ونشوف الدبل بوند ديت بالنسبه لها، الدبل بوند دي جوه الرينج دي؟ لا، هي بره الرينج دي. يبقى دي عندي واحده اكسوسايكليك دبل بوند، فهحط 5 وبعد كده بجمع كل الارقام ديت فبيديني رقم بتاع اللامدا ماكس اللي هي بتاعه المركب ده، وبتبقى 313 نانومتر. طيب نيجي نشوف. طبعا ديت مسائل علشان نحلها في الهوم وورك، فياريت نقدر نحلها بعد ما نشوف المحاضرة ان شاء الله. لو جينا نبص في المركب A و B. طيب A و B دوت بيقول لي which of the following absorb UV at longer lambda، يعني مين فيهم اللي هيبقى longer lambda، دوت ولا ده؟ فطبعا عشان اعرف لازم احسب اللامدا ماكس زي ما شفنا عن طريق وودوارد رول واقدر اشوف. طيب بسرعة كده الفرق بين الاتنين، الفرق بين الاتنين لو احنا خدنا بالنا انه هيبقى طبعا ده في 2 كونجيوجيشن وده في 2 كونجيوجيشن، وهنلاقي تقريبا الالكايل سبستيتوانت زي بعض، لكن اللي هيبقى فيه فرق ان هنا عندي دبل بوند اهيت بتبقى اكسوسايكليك بالنسبة للرينج دي وللرينج برضو دي، فبحسبها بقول 2 في 5، لكن هنا الاكسوسايكليك دبل بوند مفيش، يبقى هحط 0. طيب دوت لو عندي ضايين زي ما احنا قلنا. طيب افرض ان انا عندي مركبات فيها مثلا كيتون،
بقول عليها كيتونز زي ديت، بتبقى فيها سي دبل بوند او او سي دبل بوند او سي اتش 3 دوت. لو مركب كيتون مش هحط طبعا 217 زي الضيين، لا هحط 215 البيرل. طب لو 5 ممبر درينج كيتون هحط 202، طب لو الدهايد هحط البيرنت 207. طيب نيجي كده نحل المركب ده او نشوف هنحله ازاي. المركب ده طبعا 6 ممبر درينج ده كيتونز، فيبقى هكتب طبعا 215. طيب الدبل بوند اكستنشن هنا كام؟ طبعا انا عندي 1 2 اهم، 2 الازرق دول البيرنت واللي لونها احمر دي البوند اكستنشن، فتبقى 30. طيب هومو انولر هنا في الكيتونز ما بنحطهاش زي هناك 36، لا بنحطها 39، وهلاقي فعلا ان انا عندي 2 دبل بوند اهم جوه رينج واحده اللي هي الزرقاء والحمراء دول جوه الرينج دي، فبقول عليهم هومو انولر فهحط 39. طيب الفرق ايه بقى؟ الفرق ان الالكايل سبستيتوانت، بقى الالكايل سبستيتوانت هنا الرقم بتاع الالكايل سبستيتوانت بيختلف لو هو الفا او بيتا او جاما. الفا او بيتا او جاما بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكربونايل جروب دي، فبروح على الكربونه اللي شايله الكربونيل بسيبها، والكربونه اللي بعدها على طول اروح كاتب عليها الفا، واللي بعديها بيتا، وبعدين جاما دلتا. طيب ده في السيستم بتاعي. طيب هل في الكربونه الفا في سبستيتوانت؟ ادي واحده. طب وفي البيتا في واحده برضو، والجاما في اهي واحده، والدلتا واحده. طيب الالفا هحط لها 10 نانومتر، البيتا 12، وباي حاجه بقى بعد البيتا كله 18، يبقى الجاما والدلتا هتبقى 18 و18. طب هل في هنا اكسوسايكليك دبل بوند ولا مفيش؟ طبعا في هنا اكسوسايكليك دبل بوند. طبعا الكربونيل مش هحسبها خالص لان دي تبع السيستم، هحسب بقى الاكسوسايكليك لو اي دبل بوند بعدها. فلو جيت اشوف الدبل بوند الزرقاء فبلاقيها ممكن احسبها 2، لانها ممكن مره بالنسبه للرنج دي وممكن المره التانية بالنسبه للرنج دي تعتبر اكسوسايكل، يبقى هيبقى عندي هنا 2. طب التالتة مين؟ التالتة الحمراء لانها بتعتبر للرنج دي اكسوسايكليك دبل بوند، فهقول يبقى عندي 3 في 5 يديني 15، في الاخر هلاقيه بيديني 357 لو جمعت الارقام كلها. طيب عندي المركبين برضو دول، ايه الفرق بينهم؟ لو جيت احسب اللامدا ماكس عشان اشوف مين فيهم اللي هتبقى 252 ومين 225، فبرضو هشوف هنا عندي في السيستم 2 دبل بوند بس، وفي المركب التاني برضو عندي 2 دبل بوند. طيب دوت كيتون و6 ممبر، دي بقى هكتب 215. طيب نيجي نشوف الاكستنشن، في دبل بوند اكستنشن؟ لا طبعا ما فيش، انا عندي 2 بس، يبقى احط 0 في الاثنين. طب هومو انولر، هل في هنا 2 دبل بوند في رينج واحده؟ لا ما فيش، يبقى برضو 0 في الاثنين. طب الالكايل سبستيتوانت، انسيب الكربونايل ونعد من اول الكربونه اللي بعدها الفا واللي بعديها بيتا، هنا نفس الكلام، هذه الكربونه اللي عليها الكربونايل اللي بعدها الفا وبعدين بيتا، فبلاقي في الالفا ادي في سبستيتوانت واحد، وفي البيتا عندي واحده اهي وواحده اهي، يبقوا 2، يبقى انا عندي واحده في الالفا 10 واثنين في 12 موجودين هنا في المركب الاولاني. طب التاني، التاني في الالفا اهو مفيش، يبقى 0، وفي البيتا في واحده بس، يبقى هو هنا هيبقى 12 والالفا مفيش. طب نيجي بقى للاكسوسايكليك دبل بوند، هنا في المركب الاولاني ده هلاقي فيه اكسوسايكليك دبل بوند، ادي الدبل بوند دي بالنسبه للرينج دي تعتبر اكسوسايكل، يبقى هكتب هنا 5. طب في المركب ده، في المركب دوت مش هلاقي اكسوسايكليك لان الدبل بوند دي والدبل بوند بتاع الكربونيل مش هحسبها، يبقى هنا الاكسوسايكليك دبل بوند 0. يبقى في الاخر لما هاجي اجمع الارقام هلاقي ان المركب الاولاني هو اللي 254 نانومتر، لكن الثاني 227. طيب الافكت اوف سبستيتوانت على اللامدا ماكس، لو انا عندي بنزين رينج
ومركب زي التولوين في ميثايل جروب. الميثايل جروب دي بتعتبر اوكسوكروم، وبنقول اي سبستيتوانت على البنزين رينج من الالكايل سبستيتوانت اذا كان بقى ميثايل او ايثايل دوت بيزود الباسو، بيزود اللامدا ماكس لخمسة نانومتر. طب لو جينا نستخدم الكلمات اللي احنا قلنا عليها، ان احنا كده هنا لما نوصل من التولوين من البنزين للتولوين، اللامدا ماكس كانت 256 زادت بقت 261 عشان زادت بخمسة نانومتر، فحصل ايه؟ حصل باسو كروميك شيفت. يعني ايه؟ يعني اللامدا ماكس حصل لها شيفت لونجر لامدا. طيب لو جينا نقارن المركبات اللي هي ديت، عندي بنزين وفينول وانيلين زي ما احنا شفنا قبل كده. البنزين 256 عشان هايلي كونجوجيتد، لو لقينا حطينا اوكسوكروم اللي هي ساتوريتد جروب زي ان اتش 2 او او اتش او اكس، ادي هنا في الفينول او اتش وهنا في الانيلين ان اتش 2، بلاقي ان بيحصل انكريز لامدا ماكس وبيحصل انكريز كونجوجيشن طبعا عشان البلاس ام افكت اللي احنا قلنا عليه قبل كده، فبيحصل باسو كروميك افكت. يبقى اي اوكسوكروم ماسك في البنزين رينج هيحصل باسو كروميك افكت. طيب لو انا عندي كروموفور وماسك في البنزين رينج زي ايه مثلا؟ زي الدهيد جروب او كربوكسيليك جروب او ان او 2 جروب، الجروبز ديت بلاقيها برضو عندها ماينس ام افكت، فبرضو بتعمل بتزود الكونجيوجيشن فبتديني برضو باسو كروميك افكت. لو جينا نبص في مركب زي دوت اللي هو بنقول عليه ان هو مركب بنزين رينج وفيها ان اتش 2 وان او 2 من الناحيه الثانيه، بس الاثنين بارا لبعض، يعني البارا سبستيتوانت، لو انا عندي 2 الكترونيكالي جروبس وبريزنت ان بارا، يعني الاثنين موجودين على البنزين رينج بارا لبعض، فبلاقيه بيزود لي الكونجيوجيشن لان واحده بتدي الكترونات والتانية بتاخد بالماينس ام، فبيحصل هاير الكترونيك ديستريبيوشن وبتزود الكونجيوجيشن، وعشان كده طبعا هيحصل باسو كروميك افكت، وبلاقيها بتبقى عند لونج اللامدا زي ما احنا شايفين طبعا اهي عند 381. طيب لو عندي مركبات مثلا ال NO2 ديت اهي موجودة اورسو او ميتا، دي بلاقيها بتبقى الافكت بتاعها قليل على البنزين رينج، يعني مثلا ما بتزودهاش قوي بالدرجة زي البارا سبستيتوان. نيجي بقى لاخر حاجة في اليو في اللي هو بنقول عليه الاسيد بيز افكت. لو انا عندي مثلا انيلين، الانيلين ده احنا لسه متكلمين عليه وقلنا ان هو عنده اوكسوكروم اللي هي ان اتش 2 جروب ماسكه في كروموفور اللي هي البنزين، فدي بتعمل هاير كونجوجيشن فبتعمل ايه؟ فبتزود اللامدا ماكس، فبيبان عندي عند لونجر لامدا ماكس زي ما احنا شايفين بتبقى عند 280 نانومتر. طيب لو خدت الانيلين ده وحطيت عليه اسيد اللي هو HCl هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاتش اللي موجودة في الاسيد هتمسك في اللون بير اوف الكترونز اللي موجودة على النيتروجين. طيب فبيحصل بروتونيشن للنيتروجين او للان اتش 2 جروب بتاعة الانيلين، فبيديني الانيلين هيدروكلورايد سولت. طيب لو انا جيت اشوف بقى الكونجيوجيشن ايه اللي حصل له لما حطيت HCl على الانيلين، طبعا هنا في الانيلين كان هاير كونجيوجيشن عشان البلاس ام افكت، لكن هنا حصل انهيبيشن للبلاس ام افكت لان اللون بير حصل لها ديس ابيرنس، يعني اختفت ليه؟ علشان طبعا البروتون ايه عمل بوند مع البروتونز مع اللون بير اوف الكترونز بتوع النيتروجين، فهيحصل ايه بقى لللامدا؟ طبعا اللامدا هتقل طبعا وهتبقى زي ما احنا قلنا قبل كده، طالما اللامدا كانت في الانيلين كبيرة
حطيت اتش سي ال قلت، يبقى هقول حصل هيبسو كروميك شيفت. يبقى ال addition of acid to aniline result in ايه؟ disappearance لل N by star transition. ليه؟ عشان اللون بير اختفت. طيب ال addition بقى of base to phenol، يعني لو انا عندي فينول وبحط عليه صوديوم هيدروكسيد هل هيحصل ايه بقى؟ نيجي نشوف واحدة واحدة. الفينول عندي او اتش ماسكة في بنزين رينج، يعني اوكسوكروم ماسك في كروموفور، فيحصل هاير كونجيوجيشن وعندي بلس ام افكت. طيب لو انا حطيت صوديوم هيدروكسيد يحصل ايه؟ الصوديوم هيدروكسيد بياخد الاتش بتاعت الفينولز ويسيب لي عليها نيجاتيف تشارج. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان حصل ان بقى في اديشنال بير افيلابل فور كونجيوجيشن، يعني الالكترونز زادت على الاكسجين، فطبعا الريزونانس هيبقى اسهل من الفينولز. يبقى معنى كده ان حصل هنا في الصوديوم فينوكسايد بقى في مور كونجيوجيشن، وعلشان الكونجيوجيشن زاد في الصوديوم الصوديوم ايسو فينوكسايد، بلاقي ان اللامدا ماكس بتاعتها هتبقى عند لونجر لامدا ماكس، فيبقى حصل شيفت لللامدا تو لونجر لامدا ماكس، فبنقول عليه باسو كروميك شيفت. طيب احنا بقى استفدنا ايه من كل الكلام اللي احنا قلناه دوت في اليو في، او ايه اللي انا بستفيده من جهاز اليو في سبيكترا اللي انا باخده من الجهاز اليو في سبكتروسكوبي. ده بيبقى جزء مهم جدا، وبقدر اعرف او احنا بنستنتج في الاخر ان كل ما المركب كان كونجيوجيتد بيبان وبيطلع له سبيكترام في اليو في، وطبعا لو المركب ما هواش كونجيوجيتد طبعا مش هيبان له ابسوربشن في اليو في اليو في سبيكترام، فطبعا مش هيبقى باين له، مش هيديني يو في سبيكترام. فلو انا عندي مركب كونجيوجيتد ومركب نون كونجيوجيتد، فبلاقي طبعا الكونجيوجيتد هو اللي ابير في اليو في، والنون كونجيوجيتد طبعا مش هيبقى ابير. يبقى اقدر افرق بين المركبين اللي هو 1,4 سايكلو هيكسا داين وال 1,3 سايكلو هيكسا داين. ال 1,4 نون كونجيوجيتد يبقى مش هيبان في اليو في، لكن ال 1,3 هيحصل له ابزوربشن ويبان في اليو في. طيب بقدر افرق برضو زي ما احنا قلنا قبل كده، لو انا عندي مركب سيس وترانس اقدر افرق في اليو في بينهم ازاي؟ لو انا عندي تو ايزومرز اللي هما السيس والترانس استيلبين، السيس والترانس استيلبين ده بلاقي ان الكونجيوجيشن بيبقى افكتيف اكتر في الترانس ايزومر. ازاي؟ ان هو بيبقى بلانر زي ما احنا شايفين، فبيديني افكتيف كونجيوجيشن، يقدر يحصل الريزونانس بسهوله فيه. فطبعا طالما في ريزونانس وكونجيوجيشن يبقى هيبقى باين عند لامدا ماكس اعلى او لونجر لامدا ماكس. لكن السيس بيبقى اللي عندي اتنين بنزين رينج هما قصاد بعض، فطبعا دوت بيحصل استريك افكت، وطبعا طالما في استريك افكت يبقى الريزونانس مش هيبقى افكتيف. طالما الريزونانس اقل يبقى هيبان لي عند لو لامدا ماكس. يبقى الترانس ستيلبين هيبان عند لامدا ماكس اعلى او لونجر زان السيس ستيلبين. يبقى انا كده قدرت افرق بين الاتنين. في حاجة تانية برضو مهمة في اليو في، او عن طريق ان احنا نقدر يعني نستفيد فيها، ان السن سكرين لوشنز بيستخدموا فيها المركب اللي هو البارا امينو بنزويك اسيد اللي احنا شايفينه ده. البارا امينو بنزويك اسيد ده بيبقى فيه كروموفور واوكسوكروم جروب ماسكين في بنزين رينج، فبيبقى عنده افكتيف كونجيوجيشن. ال NH2 طبعا عندها بلس ام وال CO عندها ماينس ام، فطبعا واحدة بتدي واحدة بتاخد، والاتنين بيبقوا في البارا بوزيشن، وعشان كده بيبقى هايلي
conjugated، فبيبقى اللمدة ماكس بتاعته بتبقى عند 289 نانوميتر، وعلشان كده بيحصل ان هو بيبقى absorb الهارمفول يو في راديشن، فبيحطوه في الصن سكرين لوشنز. واخر حاجه بنقولها في اليو في ان احنا زي ما قلنا كل ما زادت الكونجيجيشن بتزيد اللامدا ماكس، لدرجه ان اليوكي بينز اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده لو بيبقى موجود في الطماطم دوت بيبقى اللامدا ماكس بتاعته بتبقى في الريجونز اللي هو في الجزء المرئي زي ما احنا قلنا اهو بيبقى عند 505 نانومتر، وعشان كده نقدر نشوفه. يبقى اليو في ديت بالمركبات الكونجوجيتد هي اللي بتبان في اليو في طبعا، والنون كونجوجيتد مش هيحصل لها ابزوربشن في اليو في. يبقى اليو في اقدر افرق بين الكونجوجيتد والنون كونجوجيتد.